طارق التايب والله تختلف معي ولا ما تختلف معي، غصب عنك تقوم وتصفق، غصب عنك تحيي لاعب عربي أصيل، لاعب عربي أصيل، لاعب عربي فنان بإمكانيات إنجليزية، بذهن برازيلي، بروعة أرجنتينية، لكنها اللمحة العربية الموجودة في أرضية الملعب. والله غصب عني أتكلم يا طارق. لما تسأل من يصنع الفارق دور على طارق، دور على طارق، دور على طارق. حضرت أيضا في التسعين هدفين سامي الجابر. يا رب يا الله، الدايب يقول لي لا تقول معلومات، لا تقول معلومات، لا تقول معلومات. يا الله يا عيني يا طارق، لا 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 لا، قمة متعة كرة القدم تشاهدها في أرضية الملعب. وصلك إلى طارق، يا لعيب يا لعيب، يا مزاج، يا كعب شغال، يا تمرير شغال، يا هدف شغال. الله الله على مصادر، على كراتك تفكر بعكس ما يفكر فيه الآخرون. يا دقة يا لمسة يا تركيز يا نظرة، قلب نظرة وقلب يملكها يا طارق. تعود إلى طارق، يا سلام، طارق كوبري، طارق من بين الأقدام وتمريرة إلى الأمام. وصلت الآن إلى طارق، يا سلام يا سلام، أبو الحلول طارق الدايب. الله يا طارق، الله يا متعة، الله يا لعيب. شوف الكرة في الكعب، الله قالت من أنت وكل مجموعة الحان، مجموعة الحان. شوف طارق، طارق لمسة. يا أخي أنت كيف تلعب، أنت كيف تلعب. فريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني كان يقول بأن المفكر لكي يكون مفكرا يجب أن يكون قادرا على جعل الأشياء أبسط مما هي عليه. هكذا يفعل طارق.